هو الإعجاز العلمي الذي تراه من وراء عندما بشر الملائكة، بشرت سيدنا زكريا بإصلاح زوجه والإنجاب؟ هل هناك إعجاز علمي؟ يعني لأن سبحان كان الله، يعني سنها كبير، سنها كبير والله طقس أجسام. والله نعم أنا سأقول هناك حالات في الطب حتى الآن، يعني هناك يعني امرأة كبيرة لا أذكر كم عمرها منذ فترة، يعني أنا كنت أنوي أن أقوم ببحث حول هذا الموضوع، امرأة كبيرة استطاعت أن تنجب بعد سن اليأس. فكيف أنا قرأت هذا البحث قريبا يعني، وهناك في الطب حالات نادرة، أما موضوع ما يمكن أن نأخذه كإعجاز روحي ونفسي موجود، أما علميا يجب أن يكون هناك بحث علمي، لا يوجد دراسات علمية عن موضوع الإنجاب في الكبر. أما في قصة سيدنا زكريا عليه السلام، أنا أقول دائما لمن حرم الولد وتأخر في إنجاب أن يدعو بدعاء سيدنا زكريا، نعم، وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير ربنا الوارثين. خلقنا، فهذا نعم الدعاء ربما، هذا الدعاء ربما ماذا يفعل؟ نحن نعلم أن سبب أمراض العقم هو سبب غالبا يكون نفسي، يعني هناك حالة نفسية، أحيانا حتى المرأة بحالة نفسية يتأخر إنجابها سنوات، والعمل هو نفسي فقط، المانع هو مانع نفسي. فهذه الآيات على ما يبدو والله أعلم تعيد برمجة الدماغ، الله لأن أكبر، القرآن سبحان فيه الله، قوة، فيه قوة شفائية، أنا يمكن أن أسميها قوة شفائية تعيد برمجة الدماغ، فيعطي هذا الدماغ أمر نعم إلى المبيض وإلى الأجهزة الخاصة بالتناسل، التناسل يعطيها أمر لكي تصلح عملها، لأنه يكون هناك عطل معين في منطقة مثل السيارة، يعني أحيانا تدخل قطعة غبار أو كذا تسد مجرى مثلا الهواء، فالسيارة لا تقلع، لا تستطيع الإقلاع، ويكون هناك طبقة صغيرة من الكربون أو من الفحم أو من الغبار. ما هنا شاء الله. الجسم أحيانا يحدث فيه عطل معين نتيجة شيء معين، فقراءة بعض الأدعية يعيد برمجة الدماغ فيعطي هذا الأمر فيصلح الجسم ذاته، وطبعا هذا